تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وبحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، أقيم الحفل الختامي لمسابقة البحرين الوطنية للروبوت في نسختها 13. المسابقة أقيمت تحت شعار حلفاء الأرض بتنظيم من مدرسة برايتس العالمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. لطالما تميز طلاب مملكة البحرين في محافل عديدة جاءت نتاجا لصقل مهاراتهم وإمكانياتهم عبر المبادرات والفعاليات التي عملت عليها وزارة التربية والتعليم، وعاش نجاحها الطلاب باختلاف مراحلهم الدراسية، وكان أبرزها مسابقة البحرين الوطنية للروبوت في نسختها 13، لتؤكد أن علم الروبوت هو العلم الذي يدعمه التطور الملحوظ في مجالي العلوم والتكنولوجيا، يصبح اليوم محط اهتمام العالم ووسيلة نحو تحقيق الأهداف في استخدامات الروبوت المختلفة. وزارة التربية والتعليم تحرص على تنفيذ هذه المسابقة بشكل سنوي، وتحظى برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. والمميز في هذه المسابقة أنها تجمع جميع المدارس الحكومية والخاصة وتدفع الطلبة إلى الإبداع والابتكار في مجال الروبوتكس. وهذا العام كان طبعا شعار المسابقة حلفاء الأرض، وبالتنسيق طبعا مع منظمات دولية، بحيث يبرز الطلبة مواهبهم الابتكارية في عمل الروبوتكس والكودينج وبرمجة الروبوت بما يخدم أفكار التشجير ورعاية البيئة والتخضير. لله الحمد المسابقة هذا العام شهدت مشاركة غزيرة أكثر من العام الماضي بنحو أكثر من 100 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد المدارس. والمفيد في هذه المسابقة أن الطلبة المتأهلين سوف يمثلون مملكة البحرين في المنتدى الدولي الذي سيقام في هذا العام، فإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في تمثيل مملكة البحرين. ووزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع طبعا شركائها مثل مدرسة برايتس وأيضا مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد سوف تستمر في تنفيذ هذه المشاريع والبرامج التي تخدم الأبناء الطلبة إن شاء الله. إن موضوع مسابقة البحرين الوطنية للروبوت لهذا العام الذي جاء تحت شعار حلفاء الأرض ركز على كيفية تأثير البشر على الطبيعة وكيفية مساعدة الروبوتات في اتباع نمط حياة صديق للبيئة، حيث تم تكريم الفرق الفائزة في 3 فئات بالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية لتشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. نحن طبعاً اليوم سعداء بمشاركتنا في النسخة 13 من مسابقة البحرين الوطنية للروبوتات، وطبعاً السنة هذه شهدنا إقبال متزايد في عدد الطلبة والفرق المشاركة والمدارس، وهذا مؤشر جيد أن في صار زيادة وعي بأهمية المسابقة. وطبعاً المسابقة الوطنية أو برمجة الروبوتات بشكل عام يعتبر شيء جدا مهم لصقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في الابتكار والتنافس، وبإذن الله البحرين الطلبة تأهلوا من هذه المسابقة بيتأهلون للمسابقة العالمية السنة إن شاء الله، ونتمنى لهم أن يحققون أفضل النتائج للبحرين. إن المسابقة الوطنية للروبوت تؤكد أن المشاركة في مسابقات التكنولوجيا وبرمجة الروبوتات هي فرصة للمشاركين لتطوير مهاراتهم في التفكير الإبداعي وحل المشكلات والتعاون في فرق عمل واكتساب خبرة عملية في مجال التكنولوجيا الحديثة. مسابقة البحرين الوطنية للروبوت شهدت على مهارة طلبة البحرين بمراحلهم الدراسية المختلفة الذين أبدعوا في صناعة الروبوتات التي تشكل مستقبل العالم وتطوره للاستخدامات المتعددة التي حتماً ستكون في خدمة الوطن ونهضة البشر. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.